كنتم تنعرفكم واحد العدد ديال الناس كيتصلوا بيا منذ زمان، تيجيو تيشريو باك، تيجيو تيلقاو الكلمة تيخلص كاع ما عرفتش شنو، مشاكل عندهم في المحافظة، مشاكل في الضرائب، مشاكل. لكن نشكر الإخوان المسؤولين اللي جاو، لا من الضرائب ولا من وزارة المالية ولا من وزارة الخارجية ولا غيرها، وعندكم ربما مشاكل هناك في القنصليات إلى آخره. يعني كيفاش نفكروا في شي مقاربة؟ لا ممكنش غير حيت انتم مغاربه موجودين في الخارج غادي نبداو نبركوا على البطون ونعطيكم المصالح ديالكم بوحدكم بطريقه امتيازيه، سي با بوسيبل. لكن ذلك ما تيقوليش لا نزخرف عليكم، ولكن تاكدوا بانه خصنا نسهلوا لكم المامورين. ما يمكنش اللي غادي يجي شهر ديال العطله يكون عنده الوقت باش يمشي للمحكمه ولا نعرفش كاين اللي كيجي كيبغي غير زوج كيبقى حصر. اونفو كاين كذلك كيبغي كذلك يطلق ويبقى حصر، ولكن هذه سي با جو لي موفيز افكار.